تورير تموحة رئيس جامعة القاضي عياد بالنيابة. فبالنسبة للدخول الجامعي هذه السنة 2023-2024 فهو متميز، لأنه تيتزامن مع بداية تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتنفيذا لهذا المخطط فجامعة القاضي عياد كسائر الجامعات المغربية تقترح 90 مسلك ديال الإجازة جديد ومتجدد بمحتوى جديد وفي جميع التخصصات، واللي معززة بوحدات ممهننة وكذلك بوحدات اللغة ومهارات القوة. فهذا النظام الجديد ديال سلك الإجازة له مجموعة من المتميزات، منها المرونة، لأن الطالب تسمح هذا النظام لإعادة التوجيه خلال المسار ديالو في سلك الإجازة. تتميز بإدخال الأرصدة، نظام الأرصدة، فهذا النظام تسمح للطالب أنه يستفد من الحركية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. وكذلك هذا النظام تتميز كذلك بواحد الملف اللي سميناه ملف تراكمي، اللي الطالب في آخر سلك ديال الإجازة غياخد دبلوم سلك الإجازة، ولكن معه ملف تراكمي، اللي هذا الملف غادي يحتوي على مجموعة من الشهادات اللي ديال الأنشطة اللي قام بها خلال المسار ديالو الدراسي، منها الأنشطة الثقافية، الفنية، البيداغوجية، الرياضية، إلى غير ذلك من الأنشطة اللي يمكن الطالب يمارسها خلال طيلة المسار ديالو الدراسي في الجامعة. وهذا العام وهذا النظام تتميز أيضا بأنه دخلنا ما سميناه بمراكز التمييز، واللي هي في هذه الكلية اللي احنا فيها الآن، اللي هي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ديال قلعة الصراغنة. فمركز التمييز اللي اخترنا لهذه المؤسسة واللي اقترحت المؤسسة فهو تدبير الشبكات الاجتماعية، أي مانجمنت دي ريزو سوسيو، بالإضافة أيضا لثمانية مسالك اللي هي جديدة ومتجددة. وتنظن بأن هذا النظام الجديد هو نظام اللي حتى التعلم فيه غيكون بطرق متعددة، سواء التعلم الحضوري اللي هو عادي، وحتى التعلم عن بعد، وحتى التعلم بالتناوب، التناوب مع المحيط سوسيو اقتصادي، أن الطالب يمكن يقدم مدة زمنية في المؤسسة ومن بعد تمشي للمحيط سوسيو اقتصادي يقضي فيه مدة، وهنا تنكون الطالب وتنحاول ونسهله. فكاع هاد الرزمة ديال الإجراءات اللي خدينا فهي باش نسهلوا ولوج ديال الطالب لسوق الشغل بكل سهولة، وأنه الطالب في الأخير ديال المسار ديالو غيكون عنده كاع الإمكانيات ولي كومبيتونس باش أنه يلج سوق الشغل بكل سهولة. وشكرا. في البداية ما تفوتليش الفرصة لتقدم الشكر الجزيل إلى الأستاذ محا تورير رئيس جامعة القاضي عياد بالنيابة، والأستاذ بالعيد بوقادير نائب رئيس جامعة القاضي عياد، على كل المجهودات اللي بدلوها من أجل النهوض والتطوير والرقي بمنظومة التعليم، خاصة وأننا الآن الدخول الجامعي الحالي 2023-2024 كيتصادف وتفعيل ديال تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وهذا الإصلاح البيداغوجي كيعرف الهندسة ديال واحد المجموعة ديال المسالك، والتركيز على مسألة التمييز من خلال إحداث مراكز التمييز. وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة الصراغنة حضات
بهذا التشريف وتكليف كذلك كنعتبروه في نفس الوقت باش انه يكون عندها مركز للتمييز. هذا المركز للتمييز اللي بدينا فيه بمسلك اللي كيتعلق بتدبير الوسائط والشبكات الاجتماعيه مانجمنت دي ريزو اي دي ميديا سوسيو اللي يمكن نقول بانه تكوين غير مسبوق وهو تكوين فريد داخل جامعه القاضي عياد، بمعنى ان الكليه الوحيده اللي كتحظى بهذا التكوين وهي كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه. ومن دون شك ان منحه الثقه لكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه كيجي في السياق ديال النهوض بالتعليم العالي في هذا الاقليم اللي كينتمي الى جهه مراكش اسفي اللي فيها 8 الاقاليم. وحنا دائما في اطار جامعه القاضي عياد نؤمن بان النهوض والرقي ديال القطب مراكش ما يمكنش يكون الا ما كانش تطور ديال الاقطاب الفرعيه المجاوره، منها قلعه الصراغنه، بن قرير، الصويره، اسفي الى غير ذلك. وان شاء الله ان كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه تتحمل مسؤوليتها كامله فيما يتعلق بتطوير جوده التعليم العالي، وهذا التطوير اللي من دون شك سيساهم في ارساء ركائز مجتمع المعرفه، وبالتالي نساهموا في ذلك المجهود الوطني ديال استثمار الراسمال المادي اللي هو اقتصاد المعرفه من خلال توجيهات ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، اللي تم التأكيد وأكد ما من مرة، وهذا جاء